فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بيت موقوف أجرته، أو موقوف وأجرته تصرف لطلبة العلم الفقراء. هناك بيت موقوف وأجرته تصرف على طلبة العلم الفقراء. طيب، هل يجوز أن يسكن في هذا الوقف أحد طلبة العلم الفقراء؟ لا، يستأجر، يأجر، لا يسكنه أحد بدون أجرة، لأنه فوت المنفعة على الآخرين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.